الذين وكما أسلفت يمجدون أبا لؤلؤة المجوسي، أجعلون يوم مقتل عمر يوم عيد عندهم. هؤلاء الشيعة الذين أحدثوا في كتاب الله وفسروا الكتاب العزيز تفسيرات باطلة. فيزعم بعضهم أن الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وبعضهم من السخافة بمكان كبير يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقول البقرة عائشة بغباء متناهٍ يرفضه القاسي والداني، وآخر يقول مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، والثالث يقول وجعلنا لهم لسان صدق عليا يقول هو علي بن أبي طالب، ويكذبون على الرسول في أحاديث يفترونها وينسبونها كذبا وزورا إلى رسولنا الأمين محمد، والنبي منها براء. هؤلاء الشيعة البعداء البغضاء الذين كانوا ولا يزالون يقتلون إخواننا في سوريا ويقتلون إخواننا في العراق وما سلم منهم من أحد. هؤلاء مع أصحاب نبيكم بالتوصيف المذكور يلعنون أصحاب النبي، وإن تكلموا علي فشرك بالله في شأن علي ودعاء لعلي من دون الله. وقد علمنا من بدهيات ديننا ومن بدهيات إسلامنا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشف الضر أحد سواه. هؤلاء الشيعة الذين استقدموا إلى بلاد مصر، استقدموا ولا جوزي خيرا من استقدمهم، ولا جوزي خيرا من صدر المسلمين إليهم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فأي إيواء أشد من إيواء لأقوام يجعلون دينا ومنهجا لعن الصحابة صباح مساء. وهذا تكذيب بالقرآن المجيد، بالقرآن الكريم، بالقرآن العظيم، بالقرآن الكريم، تكذيب للقرآن. إذا طعنتم في الصحابة معشر الشيعة البعداء البغضاء، أيها الإخوة، لقد أخبرنا ربنا أنه رضي عن المؤمنين ورضي عن الصحابة، فمتى بلغنا أن الله أبغضهم أو لعنهم كما يفعل الشيعة البعداء البغضاء؟ إن منهجهم هدم الكتاب العزيز وهدم السنة المباركة، فلا بوركت خطى تسعى إلى إيران، ولا بوركت خطى قادمة من هنالك لإفساد الدين على العباد. إننا نرضى بالفقر ولا نرضى أن يمتهن أصحاب نبينا، ولا أن يحرف كتاب ربنا، ولا أن تحرف سنة نبينا. لن نبيع ديننا أبدا بثمن بخس دراهم معدودة ولا بثمن كبير كذلك. فديننا ديننا هو الذي نلقى به ربنا سبحانه وتعالى. فسحقا للشيعة البعداء البغضاء، سحقا لقوم ينالون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أعراضهم، سحقا لقوم كانوا ولا يزالون يطعنون في عائشة أمنا الصديقة المصدقة البريئة المبرأة. ولقد قال الله فيها وفي آل بيت النبي عموما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنحن أولى بآل بيت رسول الله من هؤلاء الغلاة أهل الشرك والبدع والضلالات. نحن أهل السنة والجماعة أولى بآل بيت الرسول، ونصلي عليهم في كل صلاة نصليها، في كل صلاة نصليها نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فكيف يتهمون الشيعة البعداء البغضاء بعداوة لآل بيت النبي؟
إن الله قد جعل لكل شيء قدرا لآل بيت الرسول علينا حقا. وقد قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. ولكن لله حق، وللصحابة حق، وللرسول حق، ولآل البيت حق، فلا تتداخل الحقوق، ولا يطلب من أحد سوى الله كشف الضر أو جلب النفع. إنما الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجلب لنا كل خير هو الله. فإذا سألنا فلنسأل الله، وإذا استعنا فلنستعن بالله. هذا ديننا، هذا إسلامنا. آمنا بالله وبرسله، صدقنا بكتاب ربنا، صدقنا بالثناء الحسن على صحابة نبينا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد شابهت الشيعة اليهود في أمور كثيرة، منها الطعن في أصحاب النبي كما طعن اليهود في أصحاب موسى، وكذلك الطعن في القرآن كما تركت يهود التوراة واتبعت ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من كفريات وضلالات. كذلك شابهت يهود في الطعن في جبريل، فيهود عادوا جبريل، والشيعة